الكبير دلوق. مفيش غير واحد بس هو اللي هيخلص الموضوع ده. هو مين ده؟ ابو الليل. ابو الليل؟ مين ابو الليل ده؟ عزرائيل الصعيد. أكبر عدد جثث كان على يده، كان عامل هاي سكور على هتلر ذات نفسه. باه، وإيه كمان يا كبير؟ القتل عنديه ما كانش مجرد دم وخلاص، لا ده كان فنان، فنان صح. وبيختفي في لمح البصر، ولا حد شي يعرف له طريق ولا حتى صديق. طب وده هتوصل له كيف يا كبير؟ أنا الكبير يا هتيرة، وأبو الليل ده كان حيا الله واحد من تلاميذي، أبو صميدة، أبو خليل، أبو سعيد، أبو الليل. ها ألو مين؟ أنا الكبير ياد. الكبير يا ولد اللزيكة، عاش من سمع حسك يا كبير. الله يخليك. أسمع، أنا كنت عايزك تخلص لي مصلحة ده. أهنين عليك يا كبير. نورت بيتك بمطرحك يا سجوني. بس يا عديرتي، أبوي عم يتعذب في قبره وانت عم تزغرتك في البهيمة؟ الناس تقول علي إيه؟ معلش يا أخوي، والنبي ما قصديش، هي بس الفرحة بقدوم أخوك جوني نستني. حقك علي يا كبير. ثانية واحدة، مراتك؟ إيوه. هاي بلزك. انتوا فاكرين هعمل ايه؟ انا كنت بس حبوسها. تبوس مين يا دي مخبل انت؟ انت فاكرها خالتك؟ اتنين اقعد اقعد. اسمك ايه؟ هدية. اسمي هدية. So cute. I love your style, your hair. اتنين ليمون يا فزاع. لحسن القعدة شكلها هتطول وتحلو. امر جنابك، تنين ليمون يا اللي في المطبخ. تنين ليمون ايه يا جحش يا ابن الجحش؟ ايوه صح، ليمون ايه ده؟ انا موصياهم يحضروا العشاء. بقول لك ايه؟ ما نكسرش غباوه. قسما بالله اللي هينطق عتويه. تعال لي انت عاد يا بسكويتي. يس برو. لا والنبي كلمني عربي عشان بخاف. بتخاف ليه؟ برو يعني اخويا. انا اسف ما عرفتكوش على بعض. ده توماس ماي بيست فريند ومدير اعمالي. دي اشلي اخته واخته، بس هي شفت معانا فجبناها هنا معانا. ما يضرش، قصروا. عاوز ايه؟ بص من الاخر كده، انا جاي النهارده عشان زي ما بيقولوا في الامثال المصريه عندكم القديمه، نلم حاجه كده نحطها على حاجه تانية. ايوه، نلم الموكوس على خايب الراجع. لا لا انت تسكت خالص، انا ما كلمتكش، انا بكلمه هو. قصدي نلم تو كانتريز، كانتري نحطها على كانتري تانية. قصد اسم الله على مقامك تلم الشامع المغربي، بيقول لك كانتريز. اكزاكتلي. ما شاء الله انت، غير انك ستايلك تحفه كمان ذكيه. يا مصبر الوحش على الجحش. كام داون برو، تشيل. يعني لازم نبقى هادين واحنا بنتكلم في موضوع الميراث. ميراثي ميراثي، انت قاعد مع كيس جواف وياك. اي حد معدي يقول لي ليه فرصه ابوك، اقول له تفضل وصدقه. داني طخه وطخه ثاني كمان. ما هيبقى مات اوريدي، ايه البوينت؟ انت عايز تقنعني ان دادي ما قالكش؟ لا حكالي يا خفيف، حكالي قال لي ليك اخ واحد بس، مش برص وخنفستين. احنا خنفستين؟ يعني هو انا اللي برص؟ ليش عرفني؟ مش يمكن تكون جاي رمي بلي؟ حقك، دي معك حق فيها. توماس يا جيرن بوي. اوكي بص يا كبير، دي شهادة ميلاد خرجت من مكتب صحة كلود بيك باسم جوني الكبير قوي وبنفس تاريخ ميلادك. ده تحليل الدي ان اي من تكساس بيثبت ابوت الكبير قوي لجوني، ودي البصمه الوراثيه لجوني ولسيد الولد، والاثنين متطابقين تماما. الشهادات دي كلها معتمده من الام بي اي او منظمه الصحه العالميه. الورق ده تبل وتمسح به لمؤاخذه. ها ها قفاك. إذا كان كده معلش، ده أنا طخكم والدبان الأزرق ما يعرف لكوش طريق جرة. إيه طخنا دي؟ أنت شايفنا فرخات قدامك؟
ما تخلينيش اوريك الوش التاني، انا ممكن اوريك الويل وظلام الليل. او ماي جاد، ده ارهاب. ما تنساش اني امريكان سيتيزن، وممكن بتليفون واحد للسفاره اقلب الدنيا ابسايد داون. يا جماعه صلوا على النبي، كده ده انتوا اخوات. خلي الجماعه يريحوا في اوضه الضيوف، واحنا كمان نطلع نريحوا في اوضتنا عشان احنا تعبانين طول النهار. طبعا ما تغمزيلي ليه؟ حفهمك فوق. اسمع يا ود الناس، ابويا الحاج قبل ما يموت بخمس سنين ادمن القمار. ريلي؟ الكبير قوي واز جامبلر وفلاتي كمان، والناس كلاتها يا حبه عيني كالضحكه عليه. ما طولش عليك، المرحوم قبل ما يموت كان مشارك في دوره ويننج 11، وكان لاعب على الارض والدوار، والناس اللي كسبت الرهان كتر الف خيرهم فيتينا في الدار دي عقبال ما نلقوا مطرح قانون جديد. سو ربنا ألهمني بفكرك ده، دسيت عنيهم اسم الله على مقامك كم جاموسة على كم بهيمة، عاملين 38 ألف جنيه وريال. حقك فيهم بشرع الله 19 ألف جنيه وبريزة بالتمام والكمال كده. توماس جيرم بوي. أوكي، آخر حصر لأملاك الحاج كبير قوي تم رصده من خلال مصلحة الضرائب لسنة 2010، وهو كالآتي: 12 فدان على الترعة، 10 فدادين ورا الترعة، ده بالإضافة للترعة نفسها، 5 جناين ليمون، 5 جناين برتقان، 5 جناين موز بلس الدوار، و10 أبراج في الطوابق فيصل. الفدان على الترعة بيعمل 300، والفدان ورا الترعة بيعمل 200، والجناين والأبراج والدوار يبقى كده كله على بعضه about 6600. أنا هاخد 3 بس. 3 إيه؟ 3 مليون جنيه؟ قالوا لك عني دقك زرازير إياك. ده انا طخك وطخ نفسي قبل ما اديك 3 جنيه. النووي يا كبير، والله لما يكون ايه؟ اعقل يا كبير، ده فيها خراب، اكده هيعملوا حصار وهيقطعوا الكورن فليكس عنينا. اوه، وحقه كده كده بالمحاكم هياخده. فزاع، امر جنابك، هات دفتر الشيكات. جاهز يا كبير، تفضل. بالضبط. يلا يلا ساعدهم، مستعجلين، لم خلقاتهم عشان يلحقوا يروحوا. وانت يا اشرف ادي الطنبيل بتاعهم غسله نظيفه كده. تمر يا كبير. بس انا مش ماشي دلوقتي. ليه ما ماشيش؟ لسه بقيت حقي. حق ايه يا ابو حق انت؟ توماس. اوكي، ده تقرير من المستشفى بيؤكد ان جوني اكبر منك باربع دقائق، وبمستنى زي ده ممكن ناخد حكم في منت. بارك لي يا كبير، حب اني عمده. او ماي جاد.